السلام عليكم، انا هسجل المحاضره دي اون بيهاف دكتوره فاطمه البرير، وهي هتتكلم عن بروجريسيف كافيتي بومبنج. بروجريسيف كافيتي بومبنج هو فورم من الارتفيشال ليفتنج، الهدف الاساسي منه انه هو تو ديكريز البوتوم هول بريشر، يعني البي دبليو اف، بحيث انه to lift the fluid من الـ bottom hole للـ surface. يحصل في الغالب انه بنصل لمرحلة نقول ما قادرة انها تطلع الـ fluid للـ surface، يعني دي هنا اسمها SF اللي هي الـ static fluid level. ف we need to decrease الـ BWF هنا، لأنه ننزل بومب بحيث أنه البومب دي تعمل ليفتنج أو تعمل فاكشن للفلويد من الداون هول توديها للسيرفس. البرزنتيشن ده هيتضمن انترودكشن، هيتضمن الاكويبمنتس بتاعت البي سي بي، السايزنج بتاع البومب، والانستوليشن والكوميشننج والترابل شوتينج، بلس هيكون في زي ديمو صغير لـ how to design a pump using البايبسيم software، لكن ده هيكون جزء منفصل براو، أو كأنه هيكون أشبه بـ tutorial، ما هيكون تابع للمحاضرة دي. طيب الـ PCB هي شنو؟ الـ PCB هي consist of single rotor rotating inside a stator. إذا تتذكروا حاجة زي دي، عارف السماء متوفرة حاليا، لكن يعني زمان كانت شائعة جدا جدا. عندها يد هنا، يد هنا بتتحرك كده، والجزء الجاي الداخلي بتاعها بيكون عامل كده هنا، بتكب مثلا البصل هنا اللي هي مفرمة، المفرمة اليدوية بتحرك هنا، هو زي هيليكس انسايد البومب انسايد المفرمة ذاته، وبعد ذلك بيطلع لك البرودكت بيجي، يعني البرودكت بيجي داخل هنا عشان تكب البصل بيجي، وبعد ذلك بيتفرم بيجي طالع هنا. نفس فكرة المفرمة دي هي الفكرة الأساسية بتاعة البي سي بي، اللي هي عبارة عن ستيتر هنجيه لقدام ان ديتيلز. الستيتر ده برضو فيه هنا فيه هيليكس، جواه في الأوبوزيت سايد طوالي الهيدل، في عمود تاني هنا اسمه روتر، يعني ده هو الروتر، ده هو الستيتر. الروتر هو ميتال ستانلس ستيل، والستيتر في الغالب بيكون مصنوع من مادة اسمها إيلاستومر، أو مفروض مرات بيكون مصنوع من ميتال برضه، يعني ميتال تو ميتال، ده نوع تاني من البي سي بي، لكن الكومون بي سي بي هي دايما بتكون إيلاستومر ستيتر بلس ستانلس ستيل روتر. الميكانيزم بتاعة البرودكشن انه اول ما يخش الروتر انسايد الستيتر، بعد ذاك السيريز بتاعة الكافيتيز اللي بتتكون دي، بتتكون ما بين الروتر وما بين الستيتر دي، هي الدرايف بتاعتها او الموفمنت بتاعتها هي اللي هتعمل موفينج للفلويد من السيرفيس من البوتوم هول للسيرفيس. زي ما شفنا هنا انه نحن محتاجين موفمنت. طيب الموفمنت دي حتجي من وين؟ الموفمنت بتجي من السيرفس، ما يعني انه البمب بتكون قاعدة في داون هول، بتكون هنا قريبة من البرفوريشن او اعلى من البرفوريشن على حسب الفلويد ليفل الموجود في
في البير بحاجة هنا نعمل لها discussion قدام. لكن الطرمبة هنا بعد ذلك to move it هنحتاج حاجة من السيرفس. وفي الغالب يكون في موتور بلس سكر روتس. تتذكروا سكر روتس بتاعة البيم بومبينج بيم بومبينج يونيت هي نفسها نفس الروتس اللي هي ستيل روتس بتكون اتاشت للروتر. بعد من السيرفس الموتور بيحرك الروتر بيحرك الروتس دي وعلى اساسه بيحرك الروتر. طيب في الغالب البي سي بيز هي كلاسيفايد على حسب الفلوريت والويل هيد. كل شركة او كل مانيفاكتشرر بيكون عنده كود معين. فور اكزامبل مثلا ده كود لمانيفاكتشرر فرنسي اسمه بي سي ام. حاليا مع الزمن حتى نفس الكود ده تغير, لكن في اكزامبل 600 تي بي 900 معناها انه الويل دي بتنتج 600 متر كيوب بير دي والهيد بتاعها 900 متر. طيب نجي نشوف الاكويبمنتس بتاعة البي سي بي. هي نمرة واحد عندنا السيرفس اكويبمنت, قلنا هي موتور بيعمل درايف لسكر روتس, سكر روتس بيحرك الروتر. بعد ذلك عندنا الداون هول اكويبمنت اللي هي الروتر والستيتر بلس بيكون في كمية بتاعة اكسسوارز. طيب السيرفس اكويبمنت عندنا التوب درايف اند الموتور. التوب درايف عن الموتور فانكشنز بتاعتهم بسيطة, هي انه ترانسميت الروتيشن للرود سترينجز يوزنج البيلتس والبوليس في الهيكس شافت. ممكن نشوف صورة لشكل الدرايف هيد. ده شكل الدرايف من السيرفس. لاحظ هو عبارة عن موتور الكتريك موتور نورمال الكتريك موتور. الباور بتاعته في الغالب بتكون ما بين 75 كيلو وات 55 كيلو وات او اقل من كده ديبند على المانيفاكتشرر. بعد ذاك بيكون في زي ترانسميتر او بيكون في بولي اللي هو بكرات, يعني بكرتين واحدة هنا واحدة هنا, دي بتكون مربوطة بالموتور مباشرة ودي بتكون مربوطة بالسير. بعد ذاك حركة الموتور هنا بتلف السير بتلف البولي الثاني الموجود هنا وعلى اساسه بقوم تحرك الروت. لاحظ انه الروت هو كونكتد بالبوكس ده هنا اسمه جير بوكس. الكونكشن بتاع الروت للجير بوكس ده بيخلي الموفمنت مور كنترولبل و ايزي تو روتيت, بحيث تضمن تماما انه كل التورك الجاي من الموتور هو ماشي للرود من غير ما يكون في فواقد كثيره في السرعه. طيب زي ما عارفين من الحسابات القديمه بتاعت البكرات انه السبيد ريدكشن انه كل ما فور اكزامبل مثلا اذا قلنا انه ده دي 1 وده دي 2 كل ما كبر دي 1 يعني كل ما ده بقى اكبر كل ما قلت نسبه نقل السرعه ل دي 2 او قلت السرعه في دي 2. فعندنا تيبل هنا بيشرح السبيد اللي هو البرودكشن ريشيو ديو تو السبيد ريدكشن. فلاحظ انه
إذا كان السايز بتاع البولي هو 199 والدرايف بتاع البولي هو 500، فالبروتكشن ريشيو حتكون 2.63، يعني ده هو بتاع الموتور وده الاتاشت للجير الجير بوكس، يعني ده الصغير وده الكبير. كل ما زاد النسبة بيناتهم بحيث انه ده بيجي اكبر من ده بكثير، لاحظ ان الفرق مثلا هنا من 500 ل 190، هنا من 630 ل 200، يعني هنا عندك 430 ملم فرق، هنا عندك 310 ملم فرق، وهكذا. كل ما زادت الفرق بتاعت التو درايفز ده كل ما زادت عندك البرودكشن ريشيو هنا لنفس الار بي ام. ار بي ام هي اختصار ريفوليوشن بير مينتس، اللي هي الدورة كم دورة في الدقيقة الواحدة بياخد الموتور. الموتور دائما سرعته ثابتة، لكن اللي بتتغير هي السرعة بتاعت الروت اللي هي نسبة للتغيير الحاصل، التغيير الحاصل هنا في البرودكشن ريشيو. فدي برضه ديبند على شنو؟ ديبند على النسبة بتاعت الدرايف، الدرايف بولي للدريفن، للدريفن بولي. الداون هول اكويبمنت هي نمرة واحد، بنبدأ من البوليش رود، السكر رود، والسنترالايزرز، والروتر، والستيتر، والبوب جوينت، وستوب بوشنج، والتورك، التورك انشر. اذا جينا للكيبل هنا، اول رود اللي هو لو تلاحظ انه ظاهر شكله ظاهر هنا بفوق بيكون اتاشت للجير بوكس، بيكون حتى شكله شنو، يعني الرود النورمال رود هو عادي اسطوانة، لكن ده بيكون فيه شكل مضلع على اساس انه ينقل الحركة. اذا تذكروا نفس الفهم بتاع الكيلي في الدريلينج بايب، انه اول بايب هو الكيلي بحيث انه ينقل الموفمنت من الروتري تيبل للدريل بايب. بنفس الفهم هنا البوليش رود هو اول رود، يعني بيكون كونكتد لباقي الرود، لكن ده بيكون فيه الشكل بتاع السداسي ده بحيث انه يكون افيشنت في نقل الحركة للداون هول كومنت. بعد ذاك عندنا السكر رود والسنترالايزرز. السنترالايزرز وظيفته الاساسية، السكر رود هيكون هو جاي مارلي inside the tubing، يعني ده production tubing، ده السكر رود. فالطول ده التيوبينج وده السكر رود. الطول بتاع السكر رود ده يعني مثلا for example النورمال completion well في BE fields هي مثلا ما بين 900 متر ل 1200 متر، يعني 900 متر ل 1200 متر دي بيكون فيها 880 متر سكر رودز. فلاحظ الطول ده بيكون بيخلق انه ممكن يحصل بيندينجز او تخلي الرود يضرب هنا في التيوبينج، نتيجة لشنو؟ نتيجة لان الطول بتاع very long. فكونه انه الرود يضرب في التيوبينج، ولاحظ انه الرود ده هو حصل له روتيشن لافت، فممكن يعمل هول هنا في التيوبينج. عشان كده بنقوم نستخدم السنترلايزرز. السنترلايزرز هي رابر بيس بتكون قاعدة في الرود، بتكون موزعة مثلا على حسب طول الرود. وظيفتها الأساسية إنها تمنع الرود من إنه يحصل له كونتاكت مع التيوبينج، بحيث تضمن تماما إنه التيوبينج يكون سليم during البرودكشن. طيب بعد ذلك عندنا الروتر والستيتر. الروتر والستيتر في لهم
واحدة شكل الروتر انسايد الستيتر. لاحظ انه ده الستيل روتر ستيل وده الالاستوم. طيب كيف دي بتكون موصلة مع التيوبين؟ البومب هي مينلي عبارة عن شورت تيوبينج، يعني في الغالب مثلا الطول بتاع البومب بتراوح ما بين 4 فيت لحد مثلا 20 فيت على حسب السايز بتاع البومب، ممكن تكون اكبر من كده كمان. فهي عبارة عن بتكون كونكتد للتيوبينج ديبند على نوع التيوبينج المستخدم منه. يعني فور اكزامبل مثلا المانيفاكتشرر ده بي سي ام دايما الطرمبات بتاعته كلها 4.5 انش بومبس او الكومون منها، في سايزز ثانيه لكن الكومون منها هي 4.5 انشز. فاذا توصلت مع تيوبينج كان التيوبينج مثلا هو 3.5 انش، فهنحتاج هنا ل كونكتر عشان نوصل ما بين البومب او ما بين التيوبينج. قبل اتكلمنا عن انه كيف البومب بتطلع الفلويد، لكن لاحظ هنا الحته بتاعت الكافيتيز دي، الوجود بتاع الكافيتيز وانها بتكون مليانه بالفلويد بتسمح بينما بعد ده الموفمنت بتاعتها بتحرك الفلويد ليه قدام. الكونكتر اللي تكلمنا عنه قبل شوية اللي هو ما بين البومب وما بين التيوبينج هو اسمه بوب جوينت. هي الكونكتر اللي بتعمل جوينت للبومب والتيوبينج. بعد ذلك ستوب بوشينج هنيجي نتكلم عنها في الويل كومبليشن. الستوب بوشينج هي نوع من النيبلز. وظيفتها الأساسية إنها تقعد تحت البومب، يكون فيها شكل إكس كده بحيث إنها تمنع الفولينج بتاع الروتر إن كيس إنه حصلت أي بروبلم، تمنع إنه الروتر يحصل له فولينج إنسايد الويل. التورك أنشر هو عبارة عن كونكتر بيوصل ال فور اكزامبل زي قلنا هنا دي البومب، سوري ده سنترلايزر عشان تكون واضحة. ده التيوبينج، بعدين قلنا التيوبينج هيكون في بوب جوينت موصلة للطرمبة، بعدها مع نهاية الطرمبة هيكون في الستوب بوشينج في البومب. الكلام ده كله بيكون انسايد الكيسينج طبعا، يعني دي كيسينج التيوبينج دي البوم. لاحظ انه هنا ما في اي حاجه تعمل هولدنج للسيستم ده ان بليس اكسبت انه التيوبينج هيكون كونكتد للسيرفيس، واكسبت انه السكر رود هيكون كونكتد للدرايف هيد. فالتورك انكر وظيفته الاساسيه انه تو هولد السيستم ده كله ان بليس بحيث انه يكون هو فيه حاجه اشبه بالارجل كده، يعني هو بيكون كونكتد للبومب فيه أرجل بتتفتح
بتثبت البومب والتيرينج الاثنين مع النهاية بتثبتهم في نهاية الكاسر حيث انها تضمن كأنها تضمن الميكانيكال انتجريتي او تضمن الستابيليتي بتاع السيستم كله مع بعض. طيب السكر روت فانكشن بتاعتها ان هي تترانسميت الروتيشن ما بين التوب درايف والروت. التوب درايف هنا اللي هي البوليش رود اللي اتكلمنا عنه في دوت ان البوليش رود اللي هو الرود المضلع اللي هو الحين نقول الحركة للسكر رود. بعد ذلك السكر رود يوصله للروتر. عندنا حسابات بتاعت انه الماكس ستريس دائما بيكون في الطب بتاعت الرود سترينج لانه دي اكتر حتة بيكون حاصل فيها المومنتم. الرود لينكس هو في الغالب ما بين 25 ل 30 فيت بلس بيكون في بوني رودز. بوني رودز من هنا ما تلاحظ من اسمها هي سمول رودز. يعني السكر رود هما من 25 ل 30 البوني رودز واحد منها بتكون ممكن 1 فيت 2 فيت 4 فيت 6 فيت 8 فيت 10 فيت و 12 فيت. البوني رودز هي زي لينكس كومبنسيشن حيث انه شنو انه انا عندي طول معين لكن مثلا الطول كان 835 يعني هنا 835 جابت لي number of roads بال 25 feet for example مثلا جيت هنا 25 feet برضو حتديني road بلس هيفضل 10 feet تاني 10 feet تاني دي حعمل لها شنو وقوم اجي عوضه بي بوني رود اللي هو small road. دايما الاستخدام بتاعه بيكون على حسب الحاجة. الجريدز بتاعت السكر رودز هي الـ ABI grade C يعني إنها تكون مصنوعة من الكربون مغنيز ستيل من ميديوم ديوتي يعني ما زي الروتر دائما يكون مصنوع من ستانلس ستيل. الـ ABI grade K اللي هو فيه نيكل والمولدينيوم الوي ستيل برضو للميديوم ديوتي لكن في حالة كان في كوروسيف فلويدز اللي هي اللي كان عندنا H2S و CO2 في الفلويد الجاي طالع. عندنا برضو ABI grade D اللي هو الكروم والمولبيديوم الوي برضو لكن للهيفي ديوتي نون كروسيف. لاحظ انه دينا ميديوم ديوتي كروسيف ميديوم ديوتي نون كروسيف فلويد. طيب الفورسز اللي بتكون مؤثرة على الرود هي الاكسيال رود اللي هي نتيجة للروتيشن. بعد ذاك التورك اللي هو بيعمل ترانسميشن للروتيشن. قلنا الماكسيموم ستريس هو في بداية الرود اللي هي في الحتة بتاع التوب درايف. الماكسيموم الاوبل ستريس للرود هو ديبند على الرود جريد اللي هي من C D K كل ما كان هو heavy duty كل ما كان هيستحمل high stress. طيب برضو في حاجة تانية مؤثرة على الاستحمال انه how to handle maximum stress اللي هي outside diameter. الرود الدايميترز بتاعها في الغالب هو 30 مليمتر و 36 مليمتر و 38 مليمتر دي الكومبو دايمترز للرود. فكل ما زاد الدايمتر بتاع الرود اوتسايد دايمتر بتاع الرود كل ما كان هيستحمل استرس اكتر. to stabilize الرود سترينجز لازم نعمل elimination للصدى ممكن يحصل في التوبينج او ممكن يحصل في الكوبلينج وير اللي هي الحتة بتاعت قلنا انه كل ما
الرود كان طويل كل ما حيكون في حركة. الحركة دي حتتسبب في انه الرود يضرب في التوبينج. اي ضربة من الرود على التوبينج بتعمل ويرينج اللي هي كأنه مع الزمن هتتفتح قد هنا عندك هول في التوبينج. To eliminate this نستخدم الثكر رودز سنترالايزرز. الروتر هو سنجل بيس اللينكس بتاعه في الغالب ما بيكون ما بين 0.45 لحد 0.5 متر. و المين للديزاين بتاعه بيعتمد على التمبريتشر الموجودة inside الول اللي هو how much stress or how much temperature الروتر ده هيستحمله من غير ما انه يحصل له فيلير. في الغالب مثلا depend على الكود معين انه اذا كان مثلا عندنا تمبريتشر 90 اللي هو الكود بتاع 10 we need to choose two scales over the actual downhole temperature كسيفتي ايشو اللي هي هنا هنمشي لكود 12 اللي هي ان التمبريتشر تكون 100-125 اللي هي من ناحية شنو من ناحية بتاعت سيفتي. دي الكود بتاعت التمبريتشر 8 التمبريتشر هي 65 89 وهكذا لحد 13 التمبريتشر 140 سنتيجريد. ده شكل الروت من ذا بوليش روت فوق. بعدك يكون في كروس اوفر. الكروس اوفر دي ما تكلمنا عنها لكن بنفس فهم البوب جوين بالنسبة للتوبين والبومب. الكروس اوفر هي كونكترز للرود بيسز. الرود مثلا قلنا اذا كان 880 متر الول ف 880 دي اذا قسمتها على 25 هتدينا مثلا فور اكزامبل مثلا نقول انه حتدينا يكون عندنا 300 مثلا قول 120 بيس. ف 120 بيس بتاعت الرودز دي لازم كل واحدة فيهم تكون كونكتد لاخوتها باستخدام كروس اوفر. طيب بعد ذاك عندنا السنترالايزرز. لاحظ ده شكل السنترالايزرز اللي هي دي الحته بتاع الربر. اخر حاجه الروتر معه الستيتر بيكون في كوبلينج ما بين لاست روتر وما بين اللاست سكر روب والروتر. طيب الستيتر قلنا هو ميد من الالاستومر. الالاستومر ماده هي اشبه ب بلاستيك مثلا او السيراميك. يعني هي حاجة هارد في نفس الوقت كان هاندل الابريجن او الحركة بتاعت او الاستهلاك اللي ممكن يخلق الروتر للإلاستومر. يعني هي سوفت وهارد في نفس الوقت. البروبرتيز بتاعتها دايما بتكون افكتد بكمية الغاز الموجودة في الويل. ليه؟ لانه الغاز ممكن يعمل حاجة اسمها سويلينج اللي هي اذا مثلا ده كان شكل الالاستومر فاذا في غاز فالغاز ممكن يخش بالفراغات بتاعت الالاستومر دي وينفخ بعدها يحصل له انتفاخ هنا اللي هي ده السويلينج ويحصل دمج للستيتر. الهاردنينج بتاعة الستيتر كل ما كان الستيتر هارد كل ما ادانا لانه نفقد الريزيلينس بتاعة الالاستومر. طيب البوب جوين قلنا هي وظيفة الأساسية إنه تؤلوه فور الموفمنت بتاعت
الروتال هيد والكوبلينج because of inside the emitter cap tubing هو small اللي هو to connect التوبينج و البومب الاثنين مع بعض. الكومون لينكس للبوب جوينج هو 4 فيت والانسايد دايمتر بتاعها هو في الغالب 4 انش. طيب الستوب بوشين قلنا هي نبل كونكتد للبوتوم بتاع الستيتر اللينكس بتاعه بغالب 0.3 متر. هو وظيفته الاساسية انه to act as a landing spot حيث انه الروتر ده اذا حصل له falling down ما يقع سايد الويل لا انه يقع في الستوب بوشين. التورك انكر التورك انكر هو وظيفته الاساسية to keep التوبينج in place, التوبينج والبومب كلها in place بحيث انه حيعمل elimination للريسك بتاع الديسكونكشن في حالة clockwise rotation بتاع التوبينج. بشكل التورك انكرز دي السليبس او الارجل اللي اتكلمنا عنها قبل انها هي بتفتح وتتلصق في الجدار بتاع الكيسنج بس انها ده تكون ثابتة. ده شكل الداون هول اكويبمنت. لاحظ في هنا الستوب بوشين في حتة طوالي هو التورك انكر كونكتد للكيسنج. البيل هيد اكسسوارز يكون فيها ماستر فالف وكيسنج فالف وتيوبينج سبول او تيوبينج هيد دي اذا تذكرها من الكمبليشن والكيسنج سبول او الكيسنج هيد. لكن بعد ذلك الاضافة هنا دي هي الاضافة الخاصة بالبي سي بي. يعني دي هي الكومون كيسنج هيد تيوبينج هيد لكن البي سي بي عندها الماستر فالف ده عشان تجي تنزل فيه الدرايف هيد هنا والهولدنج بتاع الموتور. تيوبينج درين هي اولد تكنولوجي يعني اولد فيري اولد. الوظيفه الاساسيه بتاعتها انها كانت بتكون انستولد بلو البمب هو اشبه بفالف حتى فيه فتحة هنا ريتد للبريشر معين. اول ما يحصل مثلا انه البريشر انسايد البمب او انسايد الويل اول ما يفوت مرحلة معينة بيقوم اسم التوبينج درين ده يفتح ويفضي الفلويد عشان يعمل ديكريز للبريشر. لكن مشكلته الأساسية إنه إذا فتح التوبينج درين تاني إنه أنت إلا تطلع السترين كله تطلع الترومبة كلها بحيث إنه تعمل له ريبليس. حاليا هو ريبليس بحاجة اسمها بريشر سويتش. البريشر سويتش هي نفس الوظيفة بس هو عبارة عن سويتش الكتريك سويتش يكون موجود في السيرفس بيقرأ البريشر يعني حتى بيكون موصل مع الفلو لاين بيكون موصل هنا بالضبط بيكون موصل هنا. التوصيلة بتاعت البريشر سويتش هنا دي تخليه انه كأنه كنترول للبريشر البوم. اول ما يزيد البريشر عن الحد المسموح هو مباشرة بيعمل شت داون للو. يعني لاحظ الفرق انه هنا انت هتحتاج تم تطلع السترين كله وهنا بس يقول حيحصل لها شت داون ممكن تاني نعملها مانوال ريستارت. الباور سبلاي هي
البرايمري فولتج للسبلاي بتاع الفريكوانسي عشان تعمل ديتيرمين الستيب داون ترانسفورمر. في الغالب الباور سبلاي هي ما بين 440 فولت حدي 1 كيلو فولت تبين على التايب بتاع الموتور والدرايف والدرايفر. البومب سايزنج بنحتاج في حالة البومب سايزنج بنحتاج للكيسن سايز تيوبينج سايز وستريت البرفوريشن انترفال الديفيشن اذا كان بيقول فيها ديفيشن برضو بنحتاج للبرودكشن داتا اللي هي الويل هيد بريشر ستاتيك فلويد ليفل اسمها SFL او البوتوم هول بريشر. نحتاج الداون هول دايناميك فلويد ليفل باختصار DFL. نحتاج للفلويد ريت. نحتاج للبوتوم هول تمبريتشر. واخر حاجة بروتكتيفيتي اندكس PI او J. also نحتاج للABI ووتر كاب البابل بوينت بريشر والجاز اويل ريشيو GOR. طيب مثلا عندنا اكزامبل والتوتال ديبس بتاع 2 متر البرفوريشن الموجودة فيها بعدك الكيسن سايز التيوبين سايز ستاتيك فلويد ليفل كان 80 الكيسن هيد بريشر كان 0 الديناميك فلويد ليفل كان 250 الكرنت فلو ريت 160 بالجرافيتي بتاع الاي بي اي جرافيتي. عايزين نزيد الفلوريت ده من 160 ل 480 وعايزين نرفع الويل هيد بريشر من نرفع الويل هيد بريشر ل 900 كبير. طيب الديزاين بروسيجر انه نمرة واحد نقوم نحول الاي بي اي لسبيسيفيك جرافيتي اللي هو القانون بتاع 141.5 على 131.5 بلس الاي بي اي. هنا يعني انه specific gravity بيساوي 0.87 من هنا ممكن طوالي باستخدام ال 0.87 دي نضربه في 9.8 نحسب الاويل gradient اللي هي الدنسيتي مضروبة في density مضروبة في جي. طيب البرفوريشن دايما بنستخدم الميدل برفوريشن. يعني عندنا هنا البرفوريشن الاول مثلا لو جينا اتصلنا هنا التو زونز لكن في الديزاين دايما انا باخد الميدل برفوريشن الميدل اللي هي التوب بلس البوتوم ماكسيموم على 2 يعني هيكون عندك 1860 مقسومات على 2 عشان تجيب الميدل برفوريشن بجنين من ميدل برفوريشن 1830. طيب بعد ذلك احسب الريزرفوار بريشر. طيب الريزرفوار بريشر قانون بتاعه ان الميدل برفوريشن ناقص ال SFL مضروبة في الجراديانت لو جديد هنا لدارين نتخيله ال SFL انه هو اقصى مسافة من ال اقصى مسافة بيصل الفلويد في حالة انه الويل كانت استاتيك. ال SFL هو انديكيتر لريزرفوار بريشر. فعشان احسب بالضبط البريشر كم فانا هفترض انه ده هو عبارة عن الستاتيك بريشر فعايز المسافة دي اللي هي هتكون الميدل بيرفوريشن حسبناه قبل ناقص ال SFL هتديني طول العمود ده احوله لبريشر هيديني قيمة الريزرفوار بريشر بلس اذا كان عندي بريشر اكسترا هنا يعني اذا كان عندي بريشر في الكيسنج يعني في البريشر في الكيسنج دائما بيكون جاي من الغاز لكن هنا ما في بريشر في الكيسنج هو البريشر في الكيسنج زيرو فالميدل برفوريشن ناقص ال SFL اضربه في الجريدينت بتاع الاويل بيديني انه الريزرفوار بريشر هو 14911 كيبي. طيب الخطوة الثانية بنفس الفهم احسب البوتوم هول فلوينج بريشر انه البوتوم هول فلوينج بريشر المرة دي هحسبه باستخدام الديناميك فلويد ليفل. الديناميك فلويد ليفل
الفرق الأساسي هنا إنه هو دائما بيكون أقل من من الـ SFL dynamic fluid level يكون أقل. بعد ذلك middle perforation ناقص DFL مضروبة في gradient تديني قيمة الـ BWF. كل الحسابات اللي عملناها دي لأنه ما عندنا قيمة بي آي، أنا هستخدم القانون بتاع دارسي اللي هو إنه بي آي بيساوي الكيو على reservoir pressure ناقص البي دبليو إف عشان أحسب منها قيمة بي آي اللي حتكون 160 معطى على 14911 ناقص 13463 من هنا حسب تقييم البي آي. طيب نجي للديزاين بتاع البومب، يعني كل الكالكوليشن اللي فاتت دي انه كانت من اجل انه نحسب البي اي. لما نجي للديزاين بتاع البومب اول حاجه عندنا انه الفلويد ريت الموجود المطلوب مننا هو 480، هنستخدم قيمه البي اي الموجوده دي عشان نحسب منها نيو بي دبليو اف بنفس الفهم. باستخدام النيو بي دبليو اف هنحسب الدي اف ال قلنا حسبنا قيمة الدي اف ال قيمة الدي اف ال اللي هي تساوي الميد برفوريشن ناقص البي دبليو اف على الجريدي. الكالكوليشن الموجودة هنا دي هي عبارة عن ريفيرس كالكوليشن للحسابات اللي حسبناها اول، يعني هناك وصلنا للبي اي، المرة دي هنستخدم قيمة البي اي عشان نحسب منها بي دبليو اف، بعد ذلك هنستخدم قيمة بي دبليو اف عشان نحسب منها الدي اف ال. الهدف الاساسي من العملية اللي بنعملها دي انه تكالكوليت الديناميك هيد ريكوايرد باي ديناميك هيد الريكوايرد باي البومب. فعندنا قيمة الدي اف ال بالمتر هتكون 593 متر اللي هي في حالة الفلوريت كان 480، بعد ذلك نحول قيمة الويل هيد بريشر اللي هي 900 معطى نحولها برضو لأمتار جاتنا 105 متر. هيكون عندنا فريكشن لوس، يعني الفلويد ده اثناء ما هو مار في التيوبينج هيكون حاصل له فريكشن لوس. قيمة الفريكشن لوس دي ديبيند على الويل هيد بريشر و هنا الفريكشن هيد هيكون هو عبارة عن اللينكس بتاع التيوبينج مقسوم على فاكتور، يعني دي هنا كونستانت عداد مضروبة في 8.84. طيب 8.84 دي نشوف بنجيبها من وين، بتعتمد على الفاليو بتاع الفلوريت والتيوبينج سايز. عندنا ليها كيرف اللي هو انه من هنا tubing size 2.875 3.5 inch 4.5 5.5 لحد 5.5 inches. هنجيب قيمة الفلو ريت الموجود عندها نخشها هنا، بعد ذلك نقطعها مع السايز بتاع التيوبينج ونشوف قيمة الفريكشن لكله 1000 feet. For example الفلو ريت الريكوايرد عندنا هو 480 متر مكعب بردي، لكن لاحظ انه هنا الفلو ريت هو 480 بريل بردي. سنخش بقيمة الفلوريت اللي هي 480 متر مكعب اذا ضربناها ب 6.9 يدينا تقريبا 3000 وحاجة بريل بردي. نخش هنا بقيمة الفلوريت نقطعها مع التوبينج سايز 3.5 انش اللي هي رجعت هنا انه التوبينج سايز هو
88.9 مليمتر. إذا حولتها لإنشز هتديك 3.5 إنش. بعد ذاك تجي راجع هنا تجي تحسب تقريبا هتطلع القيمة في الرينج بتاع مثلا 28. لاحظ انها شنو فيت لكل ساوزة فيت. عايزين نحول القيمة دي بالمتر اللي هي هنقسم 28 على كم؟ 8. ناتج التحويل هو 8.8 28 فيت تبقى 8.8 متر. نيجي راجعين هنا تعوض اللي هي القيمة اللي جبناها من الكيرف 8.8 مضروبة في 900 هي دي التوبينج دبس ما معطى هنا لكن هو هنا 900 مقسوم على 305 هتدينا انه التوبينج الفريكشن في التوبينج هو 26 متر. بعد ذاك التوتال دايناميك هيد هيكون هو قيمة الـ DFL زائد الـ Wheel Head Pressure زائد الـ Friction Loss. الـ DFL حسبناه من هنا اللي هي دي. بعد ذاك الـ Wheel Head Pressure برضو حسبناه من هنا. وآخر حاجة الـ Friction Loss حسبناه من هنا. إن الـ Total هيكون عندنا 720 متر. فإذا رجعنا للكود بتاع الـ Pump الجبال هنلقى إنه الترومبا 600 GB 900 هي دي هي اقرب ويل او اقرب بومب للرقم بتاع 724 وبرضها ينف انها تدينا 480 متر مكعب من الكود بتاع الفلوريد بتاعنا. الخطوة اللي بعدها انه نحسب الـ required power. الباور اللي هي الفلوريد مضروبة في الهيد مضروبة في الدنسيتي. عندك ناتج الحساب هيكون هو 54 كيلو وات. هنا الدنسيتي لو طلعت لها انها بدلا عن 0.87 بقت 870 عشان تكون بالكيلوجرام كل متر مكعب. طيب ده اكزامبل تاني بنفس البروسيجرز ما فيه ما في اي اختلاف. طيب الانستوليشن انه بيبدا بانه نمره واحد بنعمل رام للروتر سترينج انسايد الويل. بعد ذلك لما الروتر يحصل له فول انسرشن في الستيتر نعمل روتيشن من التوب ليفل في الستيتر. بعد ذلك بنعمل بيك اب للروتر سترينج سلولي عشان نشوف الويت الويت انديكيتر. تاني بننزل السترينج لحد ما يحصل دروبينج للويت وحيكون هو قاعد او مسبب في الستوب بوشينج تحت. اخر حاجة بنجي نعمل نرفعه سلولي تاني نعمل انديكيشن للريدينج على اساس انه يكون قاعد above الستوب بوشين بمسافة بسيطة. المسافة البسيطة دي اسمها سبيس اوت بحيث انه الرود يكون totally inside the pump و outside و above الستوب بوشين بمسافة بسيطة. طيب بالنسبة للكوميشن اللي هو الفيرست ستارت بتاع الويل انه بنعمل running للويل for period of time ونعمل تيستين لكل الكومبوننتس الموجودة فيها اللي هي الار بي ام. نعمل تيست للبريشر سويتش نعمل ريكورد للتيوبين بريشر وكيزين البريشر والتمبيتشر وكل البارامترز. بعد ذلك اذا ضمننا انها هي اوكي كده بنكون خلصنا. الفاينل ستيب انه if a problem اذا حصلت مشكلة فبيكون في troubleshooting شوتينج ستيبس او diagnostic procedures لازم تدعمها. هي في الغالب الدياجنوستيك بروسيجر دي ديبند على نوع المشكله شنو. المشاكل اللي بتلاقي البي سي بي في الغالب هي
يا اما سيرفيس بروبلم يعني متعلق بالدرايف هيد، او داون هول بروبلم اللي هي يا اما في السكر رود او في البمب في حد ذاته او في التيوب. كل مشكله من ديل عندها انديكيتر معين، كلها ديبند على الروتيشن في السيرفيس، ديبند على البريشر، ديبند على الموفمنت بتاع الفلويد، ديبند على الميجر ار بي ام. في خطوه مهمه اللي هي انه تو تيست البريشر بتاع البمب، بحيث انه نعمل كلوز توتال شت داون للويل، نعمل ريكوردنج للويل هيد بريشر. في الخطوه دي البمب بتكون شغاله. ان كيس انه ما جانا اي فلويد طالع في السيرفيس، فده انديكيتر لانه في مشكله في البومب في حد ذاته. ممكن نعمل كونفيرم بانه نقيس الديناميك فلويد ليفل، اذا كان الديناميك فلويد ليفل هنا ابوف البومب فده انديكيتر لانه في بروبلم في البومب، اذا كان الديناميك فلويد ليفل هو تحت البومب فده انديكيتر لانه في مشكله في الفلويد ليفل في حد ذاته. بعد هذه الخطوه الثانيه انه تو ديسايد انه هنعمل شنو، مثلا هننتظر لحد ما يحصل بيلد اب للبريشر لانه الدايناميك فلويد ليفل يزيد، او انه تو كلوز ذا ويل ويت فور الورك اوفر. نفس الكلام ثاني. بكده نكون خلصنا.